يعني خاضدني شويه. الدراما مش بتمثل البنت المحجبه خالص. فانا عجباني الفكره، فكره جريئه جدا يا جماعه، كاشفه جريء. محدش بيحب البنت تخرج بره البيت. مش هقول صناع العمل، انا ما كنتش من بتاع التلفزيونات اللي هي على الايباد والكمبيوتر وكده، بقيت عضو في شاهد في اي بي. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده الجديد، شغل معمول لشاهد في اي بي. ما خفتش خالص، احنا بنطرح قضايا موجوده واقعيه في المجتمع. انت ازاي سايبه حد يعملك كده؟ القضيه اللي طرحتها شيكا او شيرين رضا صعبه، وفي جمل قالتها هاله يمكن كل ام قالتها لها. الصراع ما بين الجيل اللي هو احنا وجيل الاب والام بتاع دلوقتي. المسلسل ده كله مسلسل نسائي، ورا الكاميرا وخلف الكاميرا وفي الموضوع، ولسه فاضل 3 حلقات كمان. هنشوف بقى عليا تكسب ولا لا.